يضحك ولا لا؟ الا جيتو لفاس وما درتوش الزهر راكم بحال اللي ما جيتوش لفاس. ومرحبا والف مرحبا. الله يطول لي في عمركم. الصور ديالنا خصنا ندير شويه الزهر. وكاين اخويا شريف زيد الله يعطيكم الخير. اجي انت الكليان ديالنا خصنا ندير. اذا كما ترون مشاهدينا لسنا عند الناس الحلوه عطاونا الحلوه، جينا عند الناس الزهر عطاونا الزهر. ايوا هادشي علاش نقول لكم فاس والكل في فاس. اذا مشاهدينا كيف ما تشوفوا معنا حنا تنتواجدوا مباشره هنا وسط المدينه القديمه ديال مدينه فاس، المدينه العريقه، مدينه الشرفاء والعلماء والاولياء، مدينه التاريخ ما شاء الله. حنايا تنحاولوا نتعرفوا على الاجواء الافليه ديال سيدنا رمضان المبارك، وكيفاش ساكنه المدينه القديمه والتجار ما شاء الله تستعدوا باش تيصادلوا الطلبات ديال مختلف ساكنه المملكه المغربيه اللي تيختاروا مدينه فاس باش ياخذوا الحلويات وكل الاحتياجات ديالهم ديال شهر سيدنا رمضان. حاجه مرحبا بكم وعواشر مبروكه ان شاء الله بصحه ورزيق والسلامه. مدينه فاس معروفه الحمد لله الشهيوات الفاسية الأصيلة ومعروفة بالخليع الفاسي، وهذا هو اللي تيجعل المغرب كامل شنو نقول لك مدينة فاس دايرة بحال شي شهدة، كلشي تيبغيها بطليها ويزورها، منها يزور الضريح ديالنا مولاي إدريس والمعالم التاريخية اللي عندنا هنايا في المدينة ديالنا العتيقة، وهذا راه شرف لينا. لا بعد من عندنا هذه البليغه هذه بالجنجلان واللوز. كما ترون مشاهدينا ما يميز التجار ديال المدينه القديمه ديال فاس، منين تدوز من حداه اللي تيبيع الشباكيه والحلويات تيعطيك شي حبه الحلوه، اللي تيبيع صرغينه المعطره واللي تيبيع الزهر حتى هو تيبخرك وتيعطرك، واللي ما تيعملش هذا الشيء فتيجيب لك كويس ديال اتاي ام النعناع، يا سلام شي حاجه على طريقها. فهذا ما يميز مدينه فاس، ومن بين الطرائف اللي كاينين في المملكه المغربيه وهو ان شهر رمضان يعني ما تنعيطولوش بسميتو حافيه، وانما خصك ضروري تزيد له سيدنا رمضان. الله يبارك فيك انك خصك تزيد انك خصك تزيد سيدنا رمضان. وكما هو معروف دائما ان التجار ما شاء الله تيمتازوا بواحد الروح مرحه، ودائما الابتسامه ديالهم تتكون في وجه الزائرين. الشهيوه ديال رمضان، الشباكيه، الخليع، البريوات، الحلويات، جميع الحلويات، ولكن هذه المناسبه ان شاء الله يدخلوا علينا بالصحه والعافيه وجميع التمنيات المغاربه وجميع العالم باسره، ونتمنى ان شاء الله الشهر مبارك سعيد. كل واحد ان شاء الله كل واحد عنده الحرفه ديالو، الحلوه، الخليع، البريوات، جميع ما ياكل الحمد لله في مدينه فاس، السفوف، السلو، اي حاجه موجوده الحمد لله، خصها شويه ديال التجاره. الله يطولها في عمركم مولاي، ودائما مع التجار ديال المدينه القديمه ديال فاس. والسؤال ديالي هو شنو اللي تيخلي المغاربه تيختاروا المدينه القديمه ديال فاس باش تيستعدوا لشهر سيدنا رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المدينه معروفه بالحلويات، بداك الشيء التقليدي اللي ما كاين حتى شي مدينه وحده اخرى، لان الناس ما كتجيش على فاس، كتجي على حساب المدينه القديمه، لان على التراث ديالها وعلى الاكلات ديالها، وبالاخص ملي كيقبل سيدنا رمضان كيجي سيدنا شعبان، كيجي الناس كتاخذ الحلوه الشباكيه، بريوات، سلو، الحلوه الفلاليه، الخليع والمشتقات ديالو. والحمد لله زعما كنتمناو الناس تجي لعنا مرحبا والف مرحبا، رحنا الحمد لله معروفين بالجوده وحاجه مزيانه وبكل شيء، وشكرا. ومنين تنتكلموا على المطبخ الفاسي والحلويات والشيوات ما تيمكنناش اننا ما نتكلموش على تريد اللي معروف في المدينه القديمه ديال فاس. السؤال ديالنا هو شنو اللي تيميز تريد ديال المدينه القديمه؟ واش الجوده ولا حيت انه متوارث عن الاجداد؟ هي من ناحيه الجوده كاينه، واصلا هنا فاس راها معروفه على الصعيد المغربي وصعيد العالمي نيت ان بالجوده ديالها ديال التريد، وهي المدينه الوحيده اللي معروف عليها الشيء. يطول في عمركم مولاي، فرصه طيبه لالي خطيكم. اذا مشاهدينا ما شاء الله ملي تتشوفوا على هاد الانواع ديال التجار اللي تشرفوا بنا هنايا في المدينه القديمه ديال فاس. كما هو معروف ان المطبخ الفاسي يساهم في احتلال المطبخ المغربي المراتب الاولى على الصعيد العالمي. شنو تتقول لنا في هذا الموضوع هذا؟ شنو تيخلي الناس تيجيو للمدينه القديمه ديال فاس باش ياخذوا الحلويات ويستعدوا لشهر سيدنا رمضان؟ واش السر في الجوده ولا الدعوه ديال مولاي دريس؟ مرحبا بكم عندنا في
باب السنسله، هذه هي بلاصه الحلوى من الاول من زمان، هذه هي البلاصه الاولى ديال الحلويات. فشنو اللي خلاكم تزوروا مدينه فاس؟ اول حاجه اللي خلانا نزوروا مدينه فاس الناس ديالها، ناس طيبين ممتازين، تبارك الله الجو مزيان، والمعمار ديالها والتاريخ القديم ديالها ومعروفه عالميا، يعني كتحصل مرتبه كبيره بالنسبه للسياحه، وفاس حكم العالم كما كيقولوا. ما شاء الله ما شاء الله مولاي، بارك الله فيك. لا لا خطيك، شنو اللي تيخلي ساكنه المملكه المغربيه يختاروا المدينه العظيمه ديال فاس باش ياخذوا الحلويات لشهر سيدنا رمضان؟ واش الجوده ولا حيت السمعه الطيبه؟ قضيه الجوده ضروريه، الجوده وطبيعه الحال المدينه راه كتعرفها، فيها ثقافه ديالها وفيها كل شيء، يعني من كيجيو الناس يزوروا مولاي ادريس قرويين، المهم مدينه عامه حيت فيها ميتشا داكشي علاش. واخا، ولكن واحد السيد كان تيتهرب ما بغاش يبان، ولكن دابا غادي نحصلوه. انت شنو رايك؟ مرحبا، تبارك الله عليكم، مرحبا، وشرف لنا كبير نهضروا معكم. المدينه ديال فاس هي معروفه بالثقافه ديالها، بالتقاليد ديالها مزيانه، والناس طيبوبه طيبوبه، واحسن احسن خلق الله، والبشر مزيان، والمعامله الطيبه، وكنرحبوا بكاع الناس، ومرحبا بكم الشرفه. كما هو معروف ان معظم ساكنه المملكه المغربيه تختاروا المدينه العظيمه ديال فاس باش ياخذوا الحلويات والشهيوات اللي عندهم علاقه بشهر سيدنا رمضان، فشنو هو السر في ذلك؟ علاش كيجي عندنا الفاس؟ عندنا كما تنقولوا تنصوبوا داك الشيء حويجه طريه وحويجه تقليديه وداك الشيء اصيلي، ومازالين كنحافظوا على العادات ديالنا والتقاليد ديالنا. كنصوبوا الشباكيه، كنصوبوا البليغه، كنصوبوا المقروط، البشنيخه، قريوش، خلاص عاوتاني تنوجدوا الخليع، الخليع بجميع المسائل ديالو، الخليع البلدي والخليع، دابا الناس عاوتاني الناس ولات كتجنب الكوليسترول وداك الشيء، كنصوبوا الخليع بالزيت البلديه، وهذا هذا هو الخليع ديال الريجيم، هذا بالزيت البلديه، والناس عاوتاني ملي كتبغي توجد الرغيفات والمسائل هو اكريش، هذا هو اكريش، هذا هو اللي كنصوبوه، هذا باش كيعمروا المليويات. وخلاص المسائل نعم سيدي، هي عاوتاني سلو سلو كنصوبوه، الفقيقص، الفقاص، المملحات، وهذا هما الحويجات المسائل اللي كاينين. عندنا التقاليد ديال فاس العتيقه من اول الزمان، هادشي ديال الشباكيه والبرايوات وسلو معروف فاس.